الاخوان والاخوات المتتبعين ديال رتباء ان كالندا، سعد الله المساء ديالكم. رجعت عندكم بعد واحد الغيبه، بقى لي واحد المده ما تواصلتش معكم وما درتش فيديو. يعني المجموعه ديال الاخوان والاخوات عارفين السبب، لاني كنت كنمر بواحد الوعكه صحيه، والحمد لله انا كيف تشوفوني دابا بصحه والعافيه، وبالفضل ديال الدعاء ديالكم، بالفضل ديال التواصل ديالكم، بالفضل ديال الناس اللي عزيزه عليهم والناس اللي باغيين ليا الخير. دونك غادي تسمحوا لي على قبل، يعني هاد الغيبه ما كانتش عند الاراده ديالي، ولكن بغيت نغتنم الفرصه باش نشكركم. ملي كتفيق الصباح وكتلقى اكثر من 2000 رساله، الناس كيسولوا فيك، الناس في الواتساب، الناس في الماسنجر، لي زابيل تليفونيك، كتعرف شحال راسك عزيز. كنقول لكم شكرا، شكرا على التواصل ديالكم. سما توشي، تاثرت بزاف لدرجة اني باش ما قدرتش نرد على كل شيء، العائله، الحباب، الصحاب، لي كوليك دو طرافاي هنا في كندا، لي كوليك دو طرافاي في المغرب. ودرت لكم واحد الرساله في الفيسبوك وقلت لكم شكرا باني راني وليت بخير وعلى خير وكل شيء بصحه وبسلامه. ونفس الرساله وجهتها لكم عن طريق الواتساب، لاني ما بقيتش عارفه شكون اللي صيفط شكون اللي ما صيفطش. لهذا الشيء علاش اللي ما درتش لكم اجوبه كومون دي بيرسوناليزي، كل واحد صيفط لي، لان داكشي كان كثير عليا وكنت يعني باقا في فتره نقاهه يلا خارجه، وكنت كنحاول ما امكن ان ناخذ الراحه اللي كنستحق. هذا فقط بين قوسين باش نشكركم على الدعم ديالكم، على المسانده. وملي كتحس انك تي بيان اونطوري افيك دي جون اللي كيدعيو معاك واللي كيبغيوك، كاينين اللي كيصيفطوا لك يقولوا نحبك في الله رتيبة، انا احبكم في الله. الله يجازيكم بخير، شكرا على الحب ديالكم وشكرا على التواصل. ادخل معكم الموضوع ديال اليوم اللي بغيت نطرق معكم فيه. كاينين الناس كثار اللي كانوا بور وكاينين الناس اللي كانوا كونتر، وهي العلاقات اللي تجدات مع الاخوان اليهود ديالنا، المغاربه اليهود واليهود بصفه عامه. التاريخ ديالنا المغربي زاخر، زاخر بالعطاءات، زاخر بالعلاقه، زاخر بمجموعه ديال الاشياء. ومن الاشياء اللي كيزخر بها التاريخ المغربي هي العلاقه الجميله اللي كانت كتجمعنا حنا والاخوان اليهود ديالنا المغاربه، باقين كنلمسوها في الاحياء. احياء اللي كنقولوا الملاح في المغرب، ما كاينش شي بلاصه في الملاح الا والناس كيعرفوا ان هذا المكان كان يستوطنه اليهود المغاربه ولمده سنوات. اليهود اللي كنا معاهم وشربنا معاهم وخدمنا معاهم وعشنا معاهم ولسنين، ليسنا حنا ولكن الجدود ديالنا والاباء ديالنا عايشوا معاهم وتعايشوا معاهم في واحد السلم، في واحد السلام. انا لا يمكنني الا ان انوه بما قامت به الدبلوماسيه المغربيه في هذا المجال، يعني اعاده العلاقات بغض النظر على اسرائيل. وانما ما كنقول ان ربط العلاقات ما بين اليهود المغاربه وما بين المغرب وما بين الناس، نعاودوا نعيشوا هذاك التعايش. غنحكي لكم واحد القصه ولو انها بسيطه. انا الام ديالي كانوا تيسكنوا واحد الوقيته، سكنوا في الملاح في المكناس، وكيعرفوا الناس كي كانوا كي يعني عايشين مع بعضياتهم مع اليهود. الام ديالي كتحكي لي ان كان الوليد صغير ما بقاش عاقل على الاسم ديالو، كانت تقول لهم انا الا ما جاتش زبيده تاكل معايا ما غاديش ناكل. لدرجه انا كتشوفوا ديك العلاقه كي كانت ما بين الوليدات، كي كانت ما بين الاسر، كان ملي كيكون رمضان خاطر كل شيء كيحاولوا ما امكن انهم يعني كيحترموا هذاك الطقوس ديالنا وكيحترموا المسائل ديالنا. هما كذلك في الشبطه ديالهم ولا في اليوم السبت ديالهم كانوا كيحترموا داك الطقوس ديالهم، لدرجه ان الوليدات الصغار اللي كانوا ما كيديروش هذاك الصيام كانوا كيجيو عند العائله ديالي وكياكلوا معاهم. وكذلك مثلا العائله ديالنا ملي كنكونوا صغيورين وما كيصوموش كيمشيو ياكلوا عند هذوك الناس الاخرين، وكان جو من الاحترام وكان واحد الجو من التعايش. لهذا علاش لا، انا يعني ماشي ضد الفكره اننا نرجع هذاك التعايش، خاصه اكبر جاليه يهوديه مغربيه كنوجدوها سواء هنا بكندا او لا بالديار الامريكيه. وهذه ملاحظه لاحظتها، اول ما كتلاقى بواحد اليهودي وكيعرف بانك مغربي واحد الفرحه، واحد لاكوي ما نقول لكم شيء عليه. كنتعاملوا معاهم هنا بكندا، كاينين مجموعه ديال الناس اللي عندهم مجموعه ديال الشركات ولا مجموعه ديال الاصدقاء ومجموعه ديال الاحباب اللي كنتجمعوا. انا شخصيا عمري ما كنت كنعرفهم يهود، كنتلاقاو في مناسبات، كنتلاقاو في تظاهرات، كنتلاقاو في مجموعه ديال الاشياء. مؤخرا كنشوفهم كيطلعوا دي بيبليكاسيون سو سون دي جويف ماروكان افيك فيغتي، كيفاش فرحانين بهذيك العلاقه اللي رجعات لبلادهم، وكيفاش يقدروا انهم يرجعوا بالطياره ديالهم ويمشيو ويزوروا البلاد ويزوروا العائله. لدرجه ان كاين واحد الشخص معنا هنا كيقول لك انا الاب ديالي كان اخر واحد خرج، ما كانش باغي يخرج كاع من المغرب نظرا للارتباط ديالو. هذا هو الرساله ديالي
بغيت نقول اننا دائما غنعيشوا في تعايش مع جميع الديانات، اننا نبقاو دائما متحدين، وان هذه البادره اللي قامت بها الدبلوماسيه المغربيه فهي تستحق التنويه. لهذا كنطلب من جميع الاخوان والاخوات والمستثمرين العرب بصفه عامه او المستثمرين من اي جنسيه سواء المغاربه كانوا او جنسيات اخرى متواجدين خارج يعني الوطن، انهم يمشيوا يشجعوا المنطقه الصحراويه يعني المغرب ديالنا جنوب المغرب، نعاونوا بالاستثمارات نزيدوا به القدام ونزكيو هذا العمل اللي كتقوم به الدوله من اجل ارجاع هذاك الروح الوطنيه للبلاد، من اجل ارجاع هذاك الدم اللي كيجري ما بين الناس كاملين من غير اي صراعات من غير اي مشاكل. يكفي اننا ولينا عايشين حروب في العالم، يكفي ان كل شيء ولا كيخاف من كل شيء بدون اي سبب. لهذا الله يجازيكم بخير، نبقاو كاملين اخوه ونبقاو اليد في اليد وندعموا بعضياتنا وندعموا القرارات اللي كتجي بها الدوله. ما يمكنش لها انها قرارات كتجي من فراغ. الناس اللي كيهضروا تيقولوا تطبيع ولا تيقولوا هذا، يعني كل واحد وجهه النظر ديالو والوجهه النظر تحترم. والتطبيع ما جاش على اليوم، هذه سنين وسنين، وحنا عندنا شركات مغربيه متواجده، يهود مغاربه هما اللي كيسيروها في المغرب، كما كتوجد عند اخواننا الجزائريين كاين مجموعه ديال الشركات، كاين مجموعه التعاملات اللي كاينين مع مجموعه ديال الدول العرب. لهذا ما كاينش لاش نبقاو نطلعوا فوق الموجه وكل واحد كيلغي بالغاه. نشوف الانسان دابا كلشي ولا كيشوف المصلحه ديالو فين كاينه، ولا كيشوف الحياه فين كاينه. فلسطين غتبقى دائما في القلب ديالنا، في قلب كل عربي، في قلب كل مسلم. والمغرب والملك محمد السادس نصر الله يبقى دائما هو رئيس لجنه القدس، والعمل الجبار اللي كيقوم فيه كل سنه في هذا المجال. والعلاقات، انا شخصيا كنت قمت بمجموعه من التدريب بالسفاره الفلسطينيه بالمغرب لما كنت صغيره، وكان عندي مجموعه ديال العلاقات مع الناس ديال فلسطين، سواء هذا الرئيس اللي كان مؤخرا انه كان في ديك الساعات كان هو السفير اللي موجود في ديك في السفاره، يعني انا كنت كنشتغل وكان عملت تدريب في الواحد في الخزانه، وكانت عندي معاهم علاقات كثيره، وكنشوف كيفاش كانوا كيهضروا حتى هما على الناس اليهود اللي كانوا كيتعاملوا معاهم، واللي باقي اليوم كيمشيو كيشتغلوا كيقيد النهار كله في اسرائيل وكيرجع في العشيه لفلسطين. كنتمناو ان هاد البوادر ناخذ منها كل ما هو ايجابي، وان هاد العلاقات اللي غادي تطور سواء مع اسرائيل او مع دول اخرى او مع امريكا، ان يكون عندنا واحد الوقع على هاد الدول باش نغيروا واحد المجموعه ديال المسارات، مثلا مسار الدوله الاسرائيليه مع الصراعات الدوله الاسرائيليه، ماي الدوله الاسرائيليه اوتر بارونتيز ماشي دوله باقي ما تعترفش كدوله، ولكن مع اسرائيل مع فلسطين. كنتمنى ان الحياه ترجع كيف ما كانت بدون دماء، بدون مشاكل، بدون يعني ما كاين ما احسن من السلم، ولا يعني الانسان يعيش في سلام داخلي، وهذوك الوليدات ما ذنبهم والو يعيشوا هذه الحروب. لهذا كنقول الا كانوا الدول او رؤساء الدول او الملك ديالنا مثلا او مجموعه ديال الدول الاخرين بغاو يديروا علاقات مع اسرائيل، كنتمنى انهم يستثمروا هذه العلاقات فيما يخص كذلك الدوله الشقيقه فلسطين. وتبارك الله عليكم جميعا، هذا فقط كان خروج بسيط موجدالي مهيئالي. قلت هي فرصة أن نشكركم على الدعم ديالكم والتواصل ديالكم والدعاء ديالكم، وأممتو غادي كننوه بالعمل اللي قامت به الدبلوماسية المغربية في هالمجال، وتوطيد العلاقة ما بين إخوان اليهود المغاربة وما بين باقي المغاربة في العالم، وكذلك يعني اعتراف أمريكا بالسيادة المغرب على جنوبه على الصحراء المغربية. لهذا كان عندنا واحد الرغبة أنه يجي وترجع لنا البلاد ديالنا كما كانت، يعني كيف ما الملك ديالنا أو للحكومة قالت إن الوطن غفور رحيم، وعودة استقبلات الوافدين ديال بوليزاريو، وعودة استقبلات مجموعة ديال الناس، علاش اللي ما ترجعش العلاقات ما بيننا وبين اليهود المغاربة ديالنا؟ خاصة وكيف كتعرفوا أن الحكومة الحالية الإسرائيلية فيها اكثر من 50% من اليهود المغاربه هم اللي كاينين فيها، يعني هذوك خوتنا. ملي كنسمعهم يهضروا انا ما كنتش كيسحبني كاع بانهم يهود، لان كيهضروا باللهجه ديالنا، كيغنيو غنانا، كيتكلموا كلامنا، كيحبوا الوطن واحد الحب لا مثيل له. مؤخرا صديقه ديالي في المغرب كانوا مشاو هي وزوج ديالها في بعثه لدوله اسرائيل، لان
انهم كانوا كيشتغلوا بواحد الشركه اسرائيليه، يعني بالمغرب كاينين مجموعه الشركات بغينا او لا كرهنا، وكانوا من ضمن الناس اللي مشاو في هذه الزياره، يعني في زياره عمل. واول ما وصلوا لاسرائيل قالت لي غير كيسمعوك انك مغربي واحد الحفاوه ديال الاستقبال، قالت لي ما كتخيل ما تقدرش تخيلها. قالت لي واللي جرني بزاف لهذه المساله هذه هو واحد الشارع، نسيت الاسم ديالو، في قلب اسرائيل، شارع ديال المغاربه. قالت لك في قلب الشارع كاينه يعني جرده خاصه ولا شي حاجه بحال هكا، والصور ديال الملوك ثلاثه، سيدي محمد الله ينصرو، والحسن الثاني الله يرحمه ويتولاه بالرحمه ديالو، محمد الخامس كذلك ومثال الله يرحمه. يعني ملي كتشوف في قلب الدوله حاطين الصور مع هذاك الشعار ديال الله الوطن الملك، وهذيك المغربيه ديالهم اللي كيفتخروا بها، شنو غادي نقدروا نقولوا عليهم؟ وشيء ثاني اللي اكدوه الناس اللي قبل لهم وزاروا هاد البلد هذه، كانوا في المجموعه ديال المحلات اللي فيها اليهود المغاربه كيبيعوا، اول ما كتدخل كتلقى الرايه المغربيه وكتلقى الصور ديال الملوك، ومني كيدخلوا كيلقاوك مغربي، يعني واحد الفرحه، واحد الفرحه فيها. اذا كيبقاو اخوه ديالنا بغض النظر على الديانه، حنا كنا الحمد لله كنحافظوا على الانسانيه، لان ماشي انا ماشي انت ماشي الاخر اللي غادي يحكم على الناس وعلى الديانه ديالهم، والله سبحانه وتعالى قادر انه يحكم على كل واحد، حيت حنا ما كنعلموش الخبايا، ما كنعلموش ما بضمير انسان، ما كنعلموش ولا اي شيء، فقط اننا نتعاملوا بانسانيه، اننا نحترموا الاخر، اننا نقدموا يد ديال المساعده ونقدموا يد العون، علاش لا؟ ولا كنا حنا كعرب وكمسلمين ما قادريش نتحدوا مع بعضياتنا، علاش كنوضوا نواجههم اللي كتكون واحد الاتحاد اخر مع شكل اخر؟ كنا كنتمنوا ان العلاقات ديالنا مع الاخوه الجزائريين، يعني ماشي الشعب، كنقولها عندي اعز الاصدقاء ديالي جزائريين، كنقولها وكنعاودها كنقدم لهم تحيه من هنا. ولكن كنهضروا على الحكومات اللي باقين باغين يلعبوا، باقين باغين، ما فهمتش الصراع ديال واحد سنين وسنين، وحنا باقين بغيناش نخرجوا من هذا العام على هذا. لهذا ما نبقاوش نحكموا على الناس، كل واحد يخدم الدوله ديالو ويتقدم بها ويخدم الشعب ديالو، وكل دوله هي عارفه كيفاش تصير نفسها وكيفاش تصير المؤسسات ديالها. اذا داك التدخل في التسيير ديال كل دوله والكتابات والتشهير وهذا ما كاينلاش، حنا كنبقاو خوت وكنبقاو مسلمين وكنبقاو عرب، ما كاينلاش نوضوا نطحنوا من اجل واحد المساله اللي كتخص الدوله، يعني ما كتخصش واحد اخر. وغادي نقول لكم الله يهنيكم، يعني خديت هاد شويه ديال الوقيته باش نهضر معكم ونتواصل معكم، وبالمره ندير هاد لا فيديو هادي باش نقول على الفكره ديالي وعلى الراي ديالي في هاد التصالح اللي رجع، وهاد لاني فقط للتصحيح، المكتب الحالي اللي كان في اسرائيل ماشي شي مكتب اللي جديد عاد تبنى، هذاك راه واحد المكتب، السفاره كانت شحال هادي صافي لونطون ديزاني ديزاني، وكانت سدات نظرا يعني الاشياء خاصه ما بين الدولتين، ومن بعد تم تجديد الفتح ديالها، يعني هذا ماشي شي حاجه قديمه، يعني هي كانت فقط انها تفتحات. وهذا الشيء اللي كاين، وتبارك الله عليكم، وان شاء الله نتلاقاكم في موضوع اخر وفي لقاء اخر، وحنا دائما على تواصل. اللي نتمنى ان ربي يوفقني اني نحاول نتقاسم معكم وجهات النظر ديالي في مجموعه ديال المواضيع، وانكم تكونوا دائما عند حسن، يعني نكون انا عند الحسن الظن ديالكم، وما نكون زعما كنخيبكم ولا كنقول شي حاجه اللي ربما تجرح شي حد، فقط هادو كنتمنى اننا كاملين نكونوا نحترموا الراي والراي الاخر، كل واحد عنده راي ديالو، كل واحد عنده الحياه ديالو، كل واحد عنده كما نجي علاش بغى ولا علاش رفض واحد المساله. لهذا الاحترام واجب في العلاقات لحتى تدوم هذيك العلاقات الطيبه ويدوم هذاك التعايش، والله يطرح علينا السلم والسلام، ونتمنى الله يحيد علينا هذا الوباء، وباء بسيط كنقولها وكنعاودها، جا وغير العالم كامل، ولكن لا بغينا الله نتغير، وقيل لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، نغيروا شنو عندنا لداخل باش الله يهز علينا هذا الشيء ويتجاوز علينا ويسمح لنا. وتبارك الله عليكم، ما نزيدش نطول، والى فرصه قادمه ان شاء الله في فيديو جديد مع رتيبه ان كندا.